بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هذا هو يوم العهد الجديد. يوم العهد الجديد. طب هو ايه العهد القديم؟ العهد القديم كان عهد موت. قال له يوم تاكل من الشجرة المحرمة فموتا تموت. أما العهد الجديد فمن يأكل جسدي يحيا إلى الأبد. هذا هو العهد الجديد. العهد القديم عهد انتهى بأن الإنسان تعرى. العهد الجديد بدأ بابن الله يتعرى. سمعتم في اللقان انه من بعد العشاء قام وخلع ثيابه، وده منظر انتوا تعرفوا انه دي كانت اخر مره يجتمع فيها المسيح مع التلاميذ. طب ودي الذكرى اللي هتشوفها، يعني آخر منظر المسيح عاوز يوريه لتلاميذه، يفتكروا العمر كله شافوه خالع ثيابه. طبعا على فكرة الصليب ما كانوش موجودين، ما كانوش موجودين. دي آخر مرة يجتمعوا الاثنى عشر كلهم ولا الاحداشر حواليه. إيه اللي قعد في ذهنهم؟ المسيح قالع ثيابه. طب ودي فادت المسيحية كلها في إيه؟ إن كنت أنا وأنا السيد والرب قد فعلت بكم هكذا، فكم بقى أنتم؟ أنا ما يتهيأليش أبدا تلميذ من تلاميذ المسيح، وهو رسول ولؤلؤة من جواهر وباب السماء، أبدا ما كانش فيهم واحد معتز بذاته. وسمعنا كانوا يمشوا في الشوارع ولا حد يعتد بيهم. دي آخر صورة سابها المسيح للكنيسة، بس بكل أسف اختفت، اختفت لكل أسف. ما عادش فينا الكبير بيمسح الرجلين. سيبكم من الطقس اللي بيتعمل يوم خميس العهد، لا ده ما عادش طقس، ده عاد عهد جديد، عهد فيه السيد خالع ثيابه ومنحني. مش كلام، صدقوني ما كلام، لكن دي معاملة، معاملة. أقرأ لك كمان آية في الإنجيل في نفس اللي سمعناه. ولما سمع، لما رأى يسوع أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه. تخيل معايا، المسيح أدرك أن الآب حط كل شيء في إيديه، خد كل حاجة في إيديه من الآب. يعمل إيه بالإيدين دي؟ دي تباس وتتحط فوق الرأس؟ أبدا، هي نفس الإيدين دي اللي غسل بيها أرجل التلاميذ. ما إحنا كل واحد فينا بياخد حاجة يمتاز بها عن الآخر، ما بيعملوش كده. على رأي بولس الرسول يقول أي شيء هو لك لم تأخذه. يعني لو ربنا اداك حاجة دي من فوق، سواء روحية أو جسدية، دي واخدها أنت لخدمة أولاد الله. إن كان المسيح لما الآب دفع كل شيء إلى يديه مسك الإيدين دي وغسل بيها أرجل التلاميذ، طب ده مش درس العمر كله؟ زي ما بقول، ده مش طقس حقر على الأب الكاهن، ده حقر للمسيحيين. وسمعته في الإنجيل يقول بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذ، إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. هذا هو العهد الجديد. هل نحن في العهد الجديد اللي أخذناه بعري المسيح؟ خدناه حياة. شوفوا العهد القديم عهد مر، عهد
بقول لك موت. طب والعهد الجديد؟ كل من يأكل يحيا إلى الأبد. عهد قايم كله على غسل الأرجل والأكل من جسد الرب ودمه. ودي تبقى إيه؟ تبقى دخلت العهد الجديد. دي تبقى في منتهى السعادة. عجيب قوي قوي ربنا. هو ده اللي عمله علشان يرجع آدم. احنا كنا فاكرينه هيجي بقى منتقم ويرد له بطاره. لقيناه قلح هدومه وبيطعم من جسده ودمه. نجح المسيح جدا انه ادخلنا الفردوس مره اخرى بهذان العملان. واحد يسبق الاخر، خلي بالك، يغسل الرجلين ويطعم من جسده ده. هكذا فتح المسيح الملكوت. طب وانا لو ما عملتش دي؟ طبعا انتوا فاكرين، يعني علشان بس اوضح للذهن يعني ايه خلع ثيابه. تفتكروا زمان الفلاحين في مصر لما كان يبقى لابس جلابيه ولابس تحتيه السروال الابيض ده مشين، قلع المسيح كده وبقى منظره كده. حتى ان احنا واحنا بنقرا في القرايات قال لك ايه؟ فلنستحي من الذي تعرى. وبعدين حطت الكنيسه طقس عجيب جدا جدا. طب ازاي هنستحي يعني؟ قال لك اقعد قول كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. ده الرحمه، ده الستار، الستار الرحمه اللي هنحطه علشان العري الله. وهكذا على الصليب بنقعد نقول كيريا ليسون كيريا ليسون، الناس مش عارفه. ما هي دي الرحمه اللي بنستدرجها، نستدرجها من الله علشان نقدر نستحمل هذا العري الالهي. هذا هو يوم العهد الجديد، مش لآدم بل لكل واحد مسيحي. تعالوا نعيش العهد الجديد، تعالوا نغسل أرجل بعض لكي نستحق أن نأكل من الخبز المقدس والدم الكريم. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.